أمال لما أحب أخاطب الشعب المصري أكلم مين؟ اتصل ب 140 تليل يا فندم. لا قول لي يا ده مزيكا. نعم إيه؟ أنت تفهم في السياسة؟ أفهم في السياسة؟ أنا الشعب. أنا صلاح الدين الأيوبي، أخو علاء الدين الأيوبي. يخرب بيتك. طبعا اخويا وحبيبي. ما هو اللي يضحي براسه عشان المتحف ده يعيش لازم يبقى اخويا وحبيبي. الحمد لله على السلامه يا ابو صلاح. اظبط يا ابني الجزمه هتحبسنا. مين اللي قتل الله يرحمه علي به الكبير؟ مين؟ ما انت يا ابني اللي قتله. والله ما انا يا استاذ. بقول لك ايه؟ ايه؟ هو مين اللي قتل علي به الكبير ده؟ اكيد طالب المدرسه تانية. لكن الورداني الكبير ما استسلمش. هم حاصروه؟ كافح وانشأ المصنع ده اللي ابتدى يصنع الغيارات الداخلية بعد ما كنا بنستوردها من الخارج. إلهي يستره، زي ما سطر كل عريان. وللأسف المصنع ده اتدمر في الحرب العالمية الثانية. هو هتلر ما كانش وراه حاجة غير مصانع جدك؟ احنا هندخل المول قبل ما يفتح بعشر دقايق ويكأننا زباين عاديين. ويكأننا؟ أيوة. لا واضح انك فاهم. احنا هندخل من الباب ده. حلو. البوليس هيدخل من الباب ده ونتمسك هنا. شكلك فاهم يا نصه. زوز ايه؟ اعمل حسابك انا حاجه بات عندكم النهارده. ايه يا ميدو؟ انت كده هتحطني في مأزق. وانا جاي اخد قرض. ما تزعلش يا ميدو، احنا ما عندناش الا سرير واحد وبنام عليه انا وامي. يعني انت عايز تيجي تنام في الوسط؟ نام انت في الوسط وانام انا على الطرف. يا ميدو انت جاي تلخبط لنا السرير. عايز تلبس شخصية صلاح الدين وانت بتتفرج على فيلم واسلمة؟ الا صحيح، هو مين فيهم صلاح الدين؟ قطز ولا بيبرس؟ لا جهاد. جهاد انت اهبل يالا. دي شنطة هدوم لزوم التدريبات. ومين اللي جاب لي الهدوم دي يا فندم؟ مصر يا ميدو. ومصر عرفت مقاسي منين؟ السؤال الثاني، دخل اسكندر الاكبر مصر وقرر بناء الاسكندريه وتم تشطيبها لوكس على المفتاح. المطلوب هو ان تذكر اسم مقاول السيراميك وما هو لون السيراميك المستخدم في البناء. اشوف وشك بخير. مع السلامه يا بابا. عماه حبيبي تعا القع لك لطعه هنا. مصمم؟ مصمم. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده؟ سدس سلخت قبل مذبح؟ يعني الناس اللي بره دي بني ادمين زيي وزيك ولا عفاريت ولا ميتين بيصحوا؟ انت عبيط يالا، هو فيك الدنيا ميتين بيصحوا؟ طمنتني يا كابتن. دول تماثيل بيصحوا. فشختني يا كابتن. ولا نعم. بص شايف السمان اللي على الشجره دي؟ شايف؟ شايف اللي على الشجره دي؟ وده ايه؟ قول لي. نعم. انت تحبه مشوي ولا محشي؟ انا احبه محشي. محشي محشي محشي. لكن قول لي دي تفرق ايه في النشان؟ جاهل؟ ده له ضرب وده له ضرب. Oh, ah!